الشخصية الثانية الداعية سعد العتيق. أحبتي، بعيدا عن العاطفة والتلميع على مواقع التواصل الاجتماعي، أجدني مضطرا للتنبيه على هذه الشخصية، وذلك لأن هذه الشخصية بدأت تبرز وبدأ الناس يتعلقون بها ويحبون كلماتها مع تلك الآهات المؤثرة. ولكشف اللثام عن هذه الشخصية نسمع معكم المقطع الأول. دكتور محمد، تبارك الله ما شاء الله على هذه على هذا التألق، مشروع لأمتك تفكر فيه كثيرا وتلوم نفسك كثيرا للتسويف فيه. المشروع هو أن يكون لي منتجات ثقافية فكرية مدروسة تسد فراغا لا تكرر ما هو موجود. لذلك كل ما قالوا لي ليش ما تألف، أقول كل ما أريد تأليفه أرشد إلى كتب هي من اهتماماتي وأرى أنها نافعة. هذا الكتاب اسمه البوابة السوداء، صغير لا زلت أذكره، أصفر اللون، عليه ألسنة من اللهب، تأليف أحمد رائف، مؤلف مصري لا أعرفه، أنا شاب في الأولى ثانوية أو رابع متوسط. قرأت الكتاب من يومها إلى يومك وأنا حاقد على الأنظمة العربية. وهنا قاصمة الظهر، ظهور سعد العتيق في برنامج سواعد الإخاء الذي يجمع لفيفا من الإخوان، والأطم ثناؤه على محمد العوضي الثوري الإخواني. قال الأعمش: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث ممشاه ومدخله وإلفه الناس. اختيار الصاحب، لأن من يوم أشوف ذا اللي حاطن يده على تدفك ويمشي معك وأنا ما أحتاج أنك تسولف، أعرف من أنت، أعرف من أنت، بمن تصاحب. المقطع الثاني. أحبابي، قطيعة الرحم معناها أو قطيعة المؤمنين معناها أن قلبك ليس فيه من الإيمان شيء، بل فيه الشيطان وكيد الشيطان. ركز سعد العتيق في كثير من مقاطعه على قطيعة الرحم، وهي أحبتي لا شك أنها محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب ولها أثرها السلبي على المجتمع. إذن يقول السائل: ما الغلط في الكلام؟ الغلط في اللغط، إذ أن في كثير من مقاطعه المتعلقة في قطيعة الرحم فلتات لسان وعدم ضبط للكلام، حتى أنه ينحى في بعض الأحيان بهذه الكبيرة إلى أنها مثل الكفر، فلا تقبل صلاته ولا تقبل صدقته. وفي هذا المقطع الذي سمعتموه كلمة خطيرة، وهي قوله: قاطع الرحم ليس في قلبه من الإيمان شيء، هذا غلط فحش. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة معه أصل الإيمان، فهو مؤمن ولو كان عنده شيء من المعاصي، لا تسلبه الإيمان كله إلا الخوارج. فأخي الحبيب، لا تغتر بكل من تكلم، ولا تتساهل في السماع لكل أحد، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم